بر الأمان. معتمدية سويف، وإلا خلينا نقول بلدية سويف على خاطر ثم بلدية جديدة تم إحداثها في سويف، وذلك علاش احنا موجودين توا في سويف من ولاية زغويت، موجودين بالضبط قدام قصر البلدية اللي هو موجود في نهج صغير، باتيمون سامبل برشا، يعني طاق ريتشوسي فيه ممكن 4-8 بيروات. اون فاس ثم دار الثقافة بسويف، دار الثقافة اللي منورة وديكوري بالوجوه نتاع المسرح. عسلامة، شنو حوالي الكرافيس؟ تخدم في دار ثقافة؟ ربي يعينك يا سيدي. احنا من الإذاعة الوطنية قاعدين نسجلوا في حصة اسمها بر الأمان نهار الأربعاء من ماضي ساعتين لثلاث، يعيشك. ومعانا توا في سويف عسلامة وسامة. مرحبا يا عسلامة. شيماء بالطبيعة. مرحبا مرحبا بالمستمعين نتاعنا. احنا توا في سويف، فما صغاريت محمد وانت قاعد تحكي على البلدية الجديدة اللي تم احداثها في سويف، احتفالا بالبلدية الجديدة. ما هي جديدة؟ مش جديدة برشا. قديش عندها؟ قديش عندها أسامة؟ عندها عام ونص، عام وثمانية شهور هكاك. تتسمى جديدة قديمة بارابور البلديات الاخرين، بارابور الزغوين اللي عندها اكثر من 100 سنة. بالضبط. أسامة، شنو حوالك؟ مرحبا. لاباس، عايشك. مرحبا. لو كان تقدم روحك سورتو المستمعين اللي توا قاعدين يسمعوا فيك، يا اما بالاف ام والا بالسيت انترنت راديو ناسيونال بوينت ان ستريم بلاير. قول لنا. مرحبا بك مصافي معتمدية صواف. بيك عايش. اسامه الزهراوي، انفيرمي ارجون صواف، نسكن لهنا، نشط مجتمع مدني، ولد مصايف، جامعتي لم بطبيعة. احنا اولاد المصايف، نحن بنو مصايف، وربي معانا بنو مصايف. اسامه، انت معانا اليوم قدام قصر البلديه، خاطر في الحلقه اليوم قاعدين نحكيو على تغطيه كامل تراب الجمهوريه بالجماعات المحليه ومنها البلديات. كنا موجودين في زغوان نحكيو على توسعه البلديه، اليوم احنا موجودين في صواف خاطرها بلديه جديده. صحيح. بلديه جديده تلم، فما لي ستاتستيك يقولوا حوالين 12000 ساكن هو متفرقين، فما موجودين في مناطق ريفية، مناطق حضرية. تاريخيا كيفاش، شو كانت صواف، شو ولات صواف؟ قبل كانت منطقة معتمدية متنا، هي معتمدية من عام 1989 كريي، فيها مجلس قروي قبل، فهمتني، كان يخدم في ظروف معينة، تحل المجلس القروي قبل الثورة، وبعد الثورة جات البلدية ديجا بدل منها معطيات، بدلت بعد الثورة. قعدت 5 سنين باش تجي البلدية. أي هي برمي الحاجات الموجودة، كانت زغوان فيها 6 معتمديات، المعتمدية الوحيدة ما كانتش فيها بلدية فيها مجلس قروي هي معتمدية صواف. معتمدية صواف. برشا كيف يسمعوا أنه فما بلدية جديدة باش تعمل، باش يتبدل برشا في حياة الناس، يعني يمشي في بالنا أنه مثلا فما دي سيرفيس نتاع البلدية باش يوصلوا، مشاريع باش تعمل إلى آخره. شنو تبدل في حياة الناس من وجهة نظرك وسام؟ من وجهة نظرك نتاع هبون البلدية هي ما بين أمس واليوم، ما بين المجلس القروي ووقت التحل وتو البلدية. هي. تبدلت، ثم حاجة تبدلت ريال موت، تبدلت مثلا ثم الأوقات نتاع رفع الفضلات تنظمت أكثر، ولت الحرص أكثر زاد قبل، خاطر نوع من الاستهتار بين قوسين، ما كان في الجامعة الفضلات مية طولت منظمة أكثر والترقابة أكثر. تبدل زاد ثم حاجات العقارات الملكية نتاع العقارات نتاعهم والرخص وكل شيء، خطر كي تقول أي ولا كي تقول أملاك والعقارات، زيد واضح لنا. الإشكالية قبل بحكم ما ثماش بلدية هناك، الإجراءات نتاع باش تاخذ ترخيص سواء نتاع عقار بني ولا باش تاخذ استغلال نتاع ماء ولا نتاع ضوء ولا ثم أوراق يصيروا نورمالمون في البلديات باش تخلص أداءات حاجة. وكي كانت ما ثماش بلدية، وين يمشيوا المواطنين اللي يسكنوا في سواف؟ اللي هنا يمشيوا للزغوان، المجلس الجهوي نتاع زغوان، يخلصوا غادي الأداءات نتاعهم، زبلوا خروبة. ومن فات بالصدفة معناها
مسمى شكل الكريتير واضح فهمتني واضح انه كل واحد يا تخوها يا ما تخوهاش يا تخلص يا ما تخلصش ساعه وثم شكون يخلص برشا ثم شكون يخلص شويه وما فيت ما ثمش دي كريتير واضحين باش يخدموا بهم للاشاره ما بين سواف وزغوان ثم اكثر 32 كيلومتر 32 كيلومتر وكياس ماهوش تعب برشا تعب شويه وحتى المستمعين ينجموا يمشيوا لصفحه برر الامان بالعربي ولا بالفرنسيه يلقاو فيديو صورناه اون ديريكت وقت اللي احنا قاعدين ماشيين من زغوان لسواف ويشوفوا الكياس صحيح المظاهر خليبة جدا ولكن في نفس الوقت الكياس الطريق تعب جدا شاعري كالعادة محمد خلينا نرجع للرخص إذا الرخص ولت أسهل مع البلدية الرخص هنا ولت أسهل سرتو تقنط من الحكاية ولت واضحة أكثر المواطن خاطر المواطن يحب الشفافية في المعاملات الإدارية معناها كي تمشي عندك هيكل تتعامل معاها بحذيك ترتاح معك الترانسبور والإداريات برا ويجا ما عارف شنو وعندك دي نورم واضحين معناها تعرف روحك شنو هي اللي شنو عليك وشنو عليك واضح هذا بالنسبة للمساكن ورخص البناء نعرفه زيادة مع الديار لازم تجي مرافق أخرى تنوير كياسات تطهير كيفاش هذا تبدل في العام ونص اللي فاتوا هو اليمو ثم التحول صحيح موجود مي مش بك الحاجة الكبيرة نسبية الأمور ديما خاطر البلدية جديدة وديما نرجع لحكاية الفلوس عايز المالي ديما بحكم منطقة ما فيهاش موارد نتاع مداخيل ما فيهاش ديسورس تاع مناطق صناعية باش تدفع أموال الأداءات نتاعها قداش الميزانية حكيت لي في الكواليس انه مشيت سألت على ميزانية البلدية صحيح في إطار نفاذ المعلومة بالطبيعة حبينا نمشي ناخذوا نسألوا عن الميزانية نتاعنا شنية بالضبط هي. أول ما بدأت الميزانية 571 مليون هذا مصدر من كتب عام البلدية ومن بعد ثم بطبيعة خطر هي بدأت الميزانية البلدية من وسط السيزون ما بدأتش في الأول معناها ديجا الفلوس ما تصبتش واضح معناها سير بابي موجودة ميريا المو وقت نذكر افتراضية ولا كل شيء في على الأوراق حكايه التنوير بار اكزومبل ثم حاجه ثم وسط البلاد ولا ثم مناطق سكنيه اللي هم برا بعيده شويه على السنتر نتاع المعتمديه موجودين صار فيهم تحسينات نتاع بلد نتاع التنوير نتاع اللامبوبات وكل شيء مي الاشكاليه ممكن خطر في برمي حاجات نتذكر فيها توا 8 ملايين و200 ابري يشتروا بها امبوبات بلديه برمي الزشام تاعهم مي الاشكاليه ما ثمش شكل كاميون باش يطلع يصلح كل شيء في سلم الكهربائي اللي ولا هذاك برمي الاشكاليه دونك تاخذ وما ثمش ماتريال استنى دونك تولي عن طريق العلاقات الخاصه ما بين رؤساء البلديات ولا ما بين المعتمدين ولا بتدخل السلطه كوالي في اطار معين معناها مش بارود معناها معاملات مع بعضهم يجي ياكل لاجون من بلديه الفحص مثلا ولا مزريبه ولا من زغوان باش يخدم اكل نصيف نهار ولا نهار كل شيء ولو انه الخدمه نتاعو ديما ما تجيش مريقله 100% خاطر بون ممكن يجي على اعصاب شويه ولا تعب شويه ولا ما يخدمش الخدمه نتاع يخدم جات مشيت هذا في التنوير ثم مشاريع اخرى قاعده تصير اسامه مشاريع وبرمي مشاريع موجودة ثم شبكات التطهير يحبوا يعملوها تمديد برمي برنامج الموجود معناه مازالت ما صارتش على المصادقة 100% مي هذا كل تصير في الكواليس حتى في الاجتماعات التمهيدية والعادية مش نوصل لك لهذا قبل عام ونص كنت تعرف شو المشاريع اللي مبرمجة في سواف لا جملة ما حتى حد ما يعرف مش حتى يعني خاطر البلدية قبل ما كانش بلدية فات كان كل شيء القرارات يصير عن طريق السلطة معتمدية وما تبعهم يمشي مع الولاية في مجلس جهوي دونك تصير العملية في اجتماع مضيق حتى المجتمع المدني ما نحضروش يحضر كان السلطة هم اللي قرروا هم اللي يركحوا مهم هم تو ما نعرفوا حاجة معه أنا لهنا نحب ناخذ استابيلو بتاعي كستيلو هذاك ونبدأ أننا نعدي باستابيلو من الأول على الدستور علاش تونس الكل ولايات بلديات من بكري يعني كنت تحكينا على مختلف المشاريع ولكن توا ما فتحكتنا على نقطة اللي تلخص كل شيء إذا كان ما في بالكش بشنو ثم ما تنجمش لا تتابع لا تقيم لا تعطي رأيك لا حد شيء إذن من الأشياء اللي شيء ما قاعدة تعمل هكا برأس أي 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 صحيح 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 ودونك من الأشياء اللي وليتوا تعرفوا فات صحيح جست وليتوا تعرفوا مواكبين الحديث نتاع البلديه نتاعنا ونتبعوا الاخبار الكبيره والصغيره ونقترح حتى مشاريع وبرمي الحاجات اقتراحات في جلسه من الجلسات اللي هي نقطه صارت
معناها حاجة إيجابية برشا. في جلسة من جلسات التمهيدية صارت تكون المقترح من عند المواطنين اللي حابين ننظموا حركة النقل في المعتمدية. ويظهر لي أسامة وقيت نتاع الحاجة اللي أنت خايف منها لأنك تقترح لنا الغنية اللي أنت تسمعها. من قبل ما نبدأ نسجله هذه فقط للمستمعين، من قبل ما نبدأ نسجله يا أسامة أسمع لهنا راهو المستمعين المشاركين هما يقترحوا أغاني. نقترح بون جيت تو خاطر ما خمتش نقول لنا أم كلثوم أنت عمري. بون ما نبعتش برشا راهو. بس نقترح يا ست الحبايب لأمي. الله. من أجمل الغنيات. أجمل ما سمع وربي فضلنا أمي. ربي يخليها لك نسمعوها ونرجع معكم مستمعينا في برنامج بر الأمان على الإذاعة الوطنية. أغلى من روحي ودمي ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب حبيبة ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب زمن زمن سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم التاني زمن سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بداني انا مويت صاري واتفتت فصاري انا مويت صاري واتفتت فصاري وتسحي من الاناس وتيجي تشق بر الأمان. السلام عليكم على عينكم، شنو حالكم لاباس؟ وبيك عايشه كيف فضلك أسامة. احنا على كياس في قارعة الطريق بحق ما بين شنو ما بين صواف ما بين صواف والنظور والنظور به وقاعدين نشوفوا على يسارنا دونك هذا طريق النظور مش هكا ارض خواص ديجا ارض خواص فيها شويه زيتون وكلها هضاب يعني بلوز موان صغار صحيح. وعلى يميننا ثم جبل زغوين مقابلنا ذاك بعيد علينا جبل زغوين أي. مي هذه كل كيت مو من هنا تبدا الارض البلديه موجوده اي هذه منطقه تو احنا في المحطه نتاع النقل بصواف اللي هي برمي المقترحات الموجوده اللي حكينا عليها اللي حكينا عليها في الجلسه التمهيديه وتنظمت العمليه من واحد نسلموا على خيانا اللي يخدموا في النقل الريفي ربي يعينكم ثم على يمينا دونك قلنا الهذاب اللي قاعدين دايرين بينا دخلنا في
محطة نقل بسواف الباتيمون هذية في نفس ألوان البلدية لمحالة وبرسك نفس الكبر جري اللوطة والفوق أبيض، ولكن حسب مظاهر ما فيه حتى مظهر من مظاهر الحياة. ثم بيفات مسكرة بالحديد وثم كشك وثم كشك المحطة. منين جاءت الفكرة متاع المحطة هذه؟ الفكرة هذه جاءت في مقترح من المقترحات اللي صارت في جلسة تمهيدية اللي هو خطر بحكم مقبل صارت برشا كسيدونات مورتيل انتر بارنتيز والله يرحمهم الله يرحمهم في وسط البلاد. خاطر المحط النقل كان يحبس في وسط المحطة في وسط البلاد معناها في رومبوان كبير اللي نصور فيه حركة في تلامذة في حركة وتلامذة كراه بسميات يتعدوا كل شيء ويجري معناها السرعة وكل شيء. المهم صارت فيه برشا مشاكل الأكسيدونات. دونك شنو المقترح هذا باش نقصوا من الواحد معناها حركة المرور ونظموها سيرتو نهار سوق ما عادش تنجم تتعدى اختناق مروري ودي انا هو نهار السوق في بالثلاثه احنا السوق جات الفكره ذي باش نعملوا محطه نتاع نقل ريف ننظموا فيها النقل بصفه عامه وحركه طرق المسافرين. وجا المقترح هذايا وبحكم القطعه موجوده والبنيه موجوده اللي هي تابعة البلديه معناها مرجع نظام تحت البلديه تم القرار هذا سهل العمليه ما با في ما با 20 جور ركحت الحكايه الكل. لكن يبدو رغم انها كانت سهله وتجسدت على ارض الواقع مازال البيفات والكشك مسكرين صحيح مسكرين خطر الاشكاليه في الكراء. الكراء خطر ثم بارامون البلديه عينت خبير باش يعين قداش تنجم تخلص الكراء معناها بامور حسب ان ديمارش معين. الكراء بارامون 120 دينار في الشهر في الشهر نقول في الشهر على خاطر ثم بعض محلات في بعض البلديات اللي تكريو ب 70 دينار في العام. نذكر في بلديه مكثر من ولايه سلينا وقت اللي اكتشفوا ولايه سلينا ولاد مكثر الشيء هذا كليو شوكم الولا. انا لهنا جست انكور اون فوا باش نجبد ستابيلو نتاعي ونقول المستمعين نتاعنا تو مازلتوا كي سمعتوا اقتراح من عند مواطنين حبلوا بعض اسابيع وجسد وتوا بون صحيح مازال ما دخلش حيز الاستغلال اما بالخطوه يس بالخطوه هو راهو مستغل بين في سورتو في الصيف وكل شيء يستغلوه راه مال داخل معناها يخدم الكور مي براتيكاب مش براتيكابل 100% حكم العباد مازالت ما استنستش واضح وشويه وقت ويتعودوا عليه العباد كل شيء لهنا موجود. والخاسر في الحكايه لهنا من البيفات والكشك مسكرين هي البلديه لان المداخيل نتاعها الذاتيه الموارد الذاتيه نتاعها ماهمش قاعدين يكبروا. المواطنين عندهم وين يتخباو من الشمس ولا من المطر والسيارات عندهم وين يقاريو والمظاهر الخلابه. وين وصلتوا في حكايه الكراء؟ الحكايه ذي هي شنو هي ثم صار فيها اشكاليات بلا اي حاجه ديما عندها دي كوتي بوزيتيف كوتي نيجاتيف اكيد. النقابات نتاع النقريف اللي هم كانوا رافضين القرارية التنظيم هذا بين قوسين مي كي ولت مواطنين معناها هي اللي اقترحت في البلديه جات حاجه بوزيتيف من البلديه باش نجم تقنع حتى الشركاء الكل خاطر هذه مداخيل بون البلديه صحيح موارد شغل زاد تنجم تخدم بها زوج ثلاثه من الناس لهنا بحاجه بسيطه مي ريالمون الغلاء نتاع الكراء هو اللي حكيت لك وين وصلت حكيت لك مازلت في البلديه مازلت الحكايه في البلديه خاطر ثم عباد مقترحه عندها اقتراحات ولا صبت في كره الشروط نتاعها مي ممكن ثم قله وعي زاد من المواطن للامانه معناها تقال اللي هو ماهوش فاهم لي كونتراج فيه اسكو يقول لك نعمل عام ومن بعد نخرج ولا نعمل عامين ومن بعد يخرجوني يجي واحد اخر ياخوها ثم فلو في ثم بته باش تصير واضح الشروط نتاعها مي لهنا يكون ثم زاد قله وعي ما عند المواطن ما يعرفش لي ديتاي كل كي بحكم لازم عاش عباد متخوف هكا من البلدي خاطر حاجه جديده فيه صحيح وديما الحاجه جديده لازمها مده باش نفهموها. انا سمحوا لي مازلت عامل جو عامل كيف الحقيقه عامل جو على الاخر عامل كيف الحقيقه على نخمم في الاشخاص الكل اللي هالايامات يقول لك عملنا ثوره عشان جبت لنا الثوره جبت لنا انه المواطنين يدخلوا في رابور دو فورس مع النقابات اللي هم منظمين وممكن ونحيوا النقابات ونحيوا الاتحاد ونحيوا توسكو يعني المتدخلين الكل ولكن ثم كيف ما تقول توازن ديناميكي قاعد يصير فما اخر عطاء فما كلام ولا. فما اقتراحات فما دي ديسيزيون قاعدين يتاخذوا واللي يعكسوا الاراده والحاجات نتاع المواطنين. دونك اللي يسمعوا فينا ممكن الخطوه الاولى تسالوا وقتاش باش تصير الجلسه التمهيديه الرابعه في بلديتكم باش انتم زاده تمشيوا المشروع او الفكره اللي تحبوا تجسدوها تمشيوا تنقلوها. هو ديما تصير الجلسه التمهيديه وديزا تصير حتى ديكلاراسيون من قبل موجوده لان اعلانات في القهوه في الادارات كل شيء معناها هذه حاجه حق دخلت برمي الحاجات نتاعنا بحكم احنا خلطنا على الركب ونعرفوا الحكايه هذه نتبعوا البلديه. دونك ديما هما
قائمين بالواجب الأمانة. زاد ثم حاجة أخرى اللي هي في المعتمدية بتاعنا بار اكزامبل، علاقة بالمعتمدية والبلدية الاجتماعات اللي تصير سيرتو حاجة ذات شأن عام، فهمتني؟ راهو حتى تصير ديزانفيتاسيون للمواطنين والجمعيات والأحزاب، كلنا نحضروا ونشاركوا ونساهموا بالقليل ولا بشوي بون حسب الاختصاص، بطبيعة كل واحد يتكلم من وجهة نظر متاعو حسب الاختصاص متاعو، مي ديما نحضروا ونشوفوا ونواكبوا. معناها ما نتصورش أنا حاجة في المعتمدية متاعنا وأحنا ما في بالناش به، ديما نتبعوا ونواكبوا. وحتى إذا كان حكيت لنا أسامة أنت ماكش تخدم في البلدية، أنت تخدم أنا نخدم في سبيطار انفيرمية وناشط في الجمعية اللي جست نشوفوا فيه من هنا هكا الاستعجالي متاعو. أنت هي بلاصته تساعدك برشا بجنب البلدية البلدية ورانا معتمدية معناها لا بأس. هذا هو معناها ديما نحضر ونشاركوا ونقترحوا ونستفسروا زاد حتى على حاجات معناها ما عندناش واحد ما يتسألش، احنا كل الناس كنا نسألوا هذه كيفاش وعلاش حسب بطبيعة الإجراءات المعمول بها وحق النفاذ المعلومة بطبيعة اللي هو كفلنا قلنا الدستور ونجموا نعرفوا أي حكاية. نحن نسألك علاش، علاش أنت شخصيا أسامة يهمك شيء هذا؟ الشأن العام يهمنا الناس الكل بصفة أنا أنت شخصياً. أنا كمواطن من هي المواطن التونسي ومن حقي باش نعرف اللي شلمة واش ما سميش ومن حقي باش نساهم في نظام تاع المنطقة متاعنا. فات تظهر لك حاجة بديهية فات، أما نحب أنا الشيء النقطة الاستفهام اللي قاعدة تسي علاش الشيء هذا بديه بالنسبة ليك وممكن بعض الأشخاص الأخرين لا، كيفاش ما بين قوسين تتبخبخي تستحوذ على وتم تتبنى المنطقة هذه اللي أنت تبعها؟ نحب نفهم أنت كيفاش تبنيتها، خلي نفهم علاش الأخرين ما تبنيوهاش. بون هي ممكن تكوين أكثر منه كل شيء حسب رأيي، خاطر أنا عامل دورات تكوينية في الحكم المحلية وفي برشا حاجات أخرين معناها تابعة البلدية، دونك نفهم الشأن المحلي نتبع وحاجة تهمني خاطر العمل البلدي ولا كيفاش البلدية متاعنا تتصرف في الموارد نتاعها. في كنت خاطر يوم فات انا مواطن واني الموظف تونسي وندفع في الاداءات نتاعي، دونك من حقي باش نعرف الاداءات نتاعنا وين ماشي. انا نتمنى ان كل حد قاعد يسمع في اسامه محمد انت فرحان برشا، هذا هو بالضبط الهدف من الحلقه نتاعنا ومن البرنامج نتاعنا ومن الجمعيه نتاعنا، انه الناس يعرفوا انه كل واحد ينجم يكون اسامه في البلديه نتاعو ونجم يقترح. يظل قايد نركبوا في الكهرباء وننطلقوا ونرجع معكم مستمعين. بر الأمان. مرحبا بكم مستمعينا في الحلقة الثانية من الموسم الثالث لبرنامج برلمان على موجات الإذاعة الوطنية. مرحبا محمد. مرحبا شيماء. مرحبا بكل مستمعين. اليوم باش نحكيو في موضوع مهم برشا يهم التوانسة الكل وخاصة 30% من التوانسة في تونس، باش نحكيو في موضوع خاص باللامركزية اللي هو الموضوع العام تاع الموسم تاعنا الثالث، هذا هو يتعلق بتوسيع النظام البلدي في تونس. وعلاش يهم 30% من التوانسة الكل؟ هو يهم 30% من التوانسة لأنه قبل المصادقة على الدستور وبالضبط قبل 2016 30% من التوانسة كانوا يسكنوا خارج البلديات. ملا كانوا يسكنوا وين؟ كانوا يسكنوا في مناطق ريفية غير بلدية. خلينا نفسر وين يطلعوا المضمون هذو؟ هذوما الناس يطلعوا المضمون في أي بلدية، خاطر أي شخص ينجم يمشي الحالة المدنية في أي بلدية ويطلع المضمون، لكن هذوما أشخاص كانوا يسكنوا في مناطق يستجيب لهم المجلس القروي. خليني نفسر شوية محمد. تفضل أنا قاعد نقص عليك ما خليكش تكمل أفكارك. ميسالش. في تونس كان عندنا إلى حد الدستور 264 بلدية، هذوما 264 بلدية ما يغطيوش تونس الكل، يعني الحدود متاعهم كانوا نحطوهم الكل مع بعضهم يسكنوا فيهم 70% من التوانسة ويغطيوا تقريبا 9% كهو من التراب متاع تونس. واو. الدستور جاء كوفرتور ريزو ليميتي. بالضبط. الدستور جاء بالضبط في الباب السابع، قالك لازم الجماعات المحلية ومنها البلديات يغطيوا التراب تونس الكل والتوانسة الكل يسكنوا داخل البلدية، يعني اليوم كل تونسي نجم يقولك هو في أي بلدية موجود. بيانسور باش نجموا نوصل نغطيوا التوانسة الكل ونغطيوا التراب الكل بالبلديات، فما ثلاثة أمور صاروا. فما بلديات جديدة تعملوا، دونك فما 86 بلدية جديدة تم إحداثها، وصل توا عدد البلديات 350، وفما بلديات وسعوهم كانوا صغار ولا كبار زادوا، فما بلديات حتى أكثر من 100% من حجمها زادوا، وفما بلديات قسموهم كانت بلدية واحدة ولا ثلاثة بلديات. احنا في الحصة عدد 10 من الموسم الأول اللي المستمعين متاعنا نجموا يلقاوها موجودة على صفحة الفيسبوك بر أمان بالعربي ولا بالفرنسي، ولا يلقاوها بالتويتر ولا يلقاوها على اليوتيوب، حاسلوا اللي يحب يلوج علينا يلقانا بكل سهولة، واللي ما لقناش ينجم يكلمنا على 99 326 325 ونوريوه الطريق.
دونك الحصه اللي سجلناها في ولايه بنزرت في ماي 2016 حكينا على كيفاش المعايير اللي اتخذتهم الدوله باش تحدث البلديات هذه. اما اليوم 2016 وقتها محمد اول ما احدثوهم في العام هذاك اي يعني جانا بعض الايامات من بعد وقت عملناها الحصه هذه بالضبط. اليوم باش نتنقلوا معكم مستمعينا على خاطر هذا اللي نوعدوكم به انه نمشيو الى قلب الحدث ونمشيو على عين المكان باش نتنقلوا اليوم الى ولايه زغوان ونشوفوا زوز امثله نتاع تغطيه السكان والتراب التونسي بالبلديات. باش نمشيو لبلديه زغوان اللي هي مركز الولايه اللي هي تزاد ليها قريب 80% اضافه على عدد سكان القبل. باش نعطيكم شويه مثال على هذه الزياده، كان فيها 21000 ساكن بلديه زغوان ولا فيها او تزاد لها 17000 ساكن. البلدية هذه زادت لها 6 عمادات جديدة لنوصل المساحة متاعها 419 كيلومتر مربع. باش نحكيه مع رئيس نيابة الخصوصية اللي هو زاد المعتمد في بلدية زغوان. أنا أحب نذكر المستمعين أنه الحصة هذه قاعدة تتبث حاليا على أمواج إذاعة دريم اف ام، إذاعة جمعيتية شركة جمعية بر أمان بحوث الأعلام اللي هي تنتج البرنامج هذا. لذا نحيو أي شخص يسمع فينا من حجب العيون من قروان ولا من أي بلاصة مجاورة، ونشكر زادة شركائنا على خاطرهم يتيحوا الفرصة للمواطنين اللي يكابتيو دريم اف ام أنهم يسمعوا الحصص القديمة متاع بر أمان كل نهار من ساعتين لثلاثة. لذا نحيو زملائنا ونحيو كل من يسمعنا في الحاضر أو في المستقبل. خلينا ننطلق توا إلى ولاية زغوان وبالضبط بالضبط في قصر البلدية في مكتب رئيس النيابة الخصوصية ونستمع إلى غنية في ثنية. الأغنية هذه اسمها زغوان لابلانش، زغوان البيضاء. هي المغني فرنساوي تولد في تونس ويغني فيها على الحنين بتاعه مدينة زغوان. يلا que l'ennui sur moi se penche, que mon ciel se recouvre de gris, je te revois, Zagon la Blanche, mon enfance, mon pays, les images pures de l'innocence défilent confuses dans mon esprit, tu es si loin, Zagon la Blanche. Et me reviennent la rue en pente, la fontaine où s'écoule tranquille, c'est aussi pur que j'entends cet étrange chanter encore aujourd'hui. Que je spleen en avalanche tombe sur moi comme la pluie. Je pense à toi, Zagouan la Blanche, mon enfance, mon pays. Au pied de la montagne immense, où tout contre elle tu te blottis, tu es si belle, Zagouan la Blanche. Mon enfance, mon pays, et me reviennent les sons étranges de cette eau pure, source de vie qui chante en moi lorsque je tremble quand loin de toi revient le spleen. احنا اليوم هنا موجودين خاطر بلدية زغوان من البلديات في الولاية اللي توسعت، زادت المساحة متاعها برشا، عدد سكان زاد كان فما سكان موجودين يسكنوا بين داخل إطار البلدية، اليوم ولاو قريب 80% زيادة في عدد هذوما السكان. احنا هنا باش نطرحوا سؤال سهل برشا اللي هو شنو الفرق بالنسبة للمواطن بين مواطن كان يسكن داخل كان يسكن خارج إطار البلدية واليوم صباح لقى روحه داخل إطار البلدية. كما قلت الأخت شيماء، توسع البلديات لابد أن يكون عنده فوائد مصالح ينتظرها المواطن، لكن بحكم المدة الزمنية
القصيرة هذه مش ممكن باش نحكم على التجربة نهائيا، هي مجرد تبقى انطباعات في انتظار أن التجربة تختمر وتكتمل، وفي انتظار أيضا القانون بتاع البلدية الجديد، في انتظار مصادقة عليه، في انتظار القوانين التكميلية، في انتظار انتخابات البلدية، في انتظار انتخابات مجالس جهوية. هذا الكل أعتقد أنه سيغير من حياة المواطن. يعني انت تشوف انه مازال التغيير مسار؟ اعتقد انه الحكم في تجربه لمت بتاع بضعه اشهر من الصعب جدا ومن الاجحاف كل صدق انه نحكم عليه. يعني النجم نقولوا انه اليوم مواطن اللي داخل حدود بلديه زغوان يعني تمت اضافته توا بعد ما تمت توسعتها ما تبدل حد شيء في حياته؟ لا لا، مش معقول باش نقولوا كلام هذا انه ما تبدل حد شيء. مش لا، اكيد هناك اشياء تبدلت. مثلا على مستوى النظافة اليوم أصبحت من مشمولات البلدية، وهذا نخدمه في التجمعات السكنية الخمس الكبرى اللي عندنا، من مشمولات البلدية، ورفع الفضلات يتم يوميا مع برمجة حملات. تعرف اللي المناطق الريفية هناك مصبات عشوائية، الوعي بالمسألة البيئية مازال في تونس ككل، مش في زغوان ولا في أرياف زغوان، في تونس ككل الوعي بالمسألة هذه مازال ننتظر الكثير. وعلى ذلك ثم جاتنا التوجه بتاع الشرطة البيئية. المواطن اللي كان خارج المنطقة البلدية اليوم يتمتع بالتنوير، التنوير لأنه مش جديد أحدثناه التنوير، وكان تابع للمجلس الجهوي، ثم أصبحت صيانة التنوير هذا من مشمولات البلدية. كيف أصبحت من مشمولات البلدية؟ هل ولت الصيانة أسرع أحسن ولا ما تغيرتش؟ لا، ما نقولش أحسن أو أسرع، نقول هناك صعوبات في متابعة هذه الشبكات. هذه شبكات قديمة جدا تتطلب أموال كبيرة للصيانة متاعها، وأحنا نخدمو بالليموان دي بار كما يقولوا. أكيد الأهم في هذا كل أنه واحد ما يكتفش ديه ثم يبادر ويسعى إلى إيجاد الحلول. خليني نعيد صياغة السؤال. كيف كان المجلس الجهوي هو اللي تلهى بالتنوير، صيانة التنوير، واليوم ولا المجلس البلدي؟ شو الفرق؟ هو رو في زغوان تمام ميزة كل صدق كل جبت لي صحيح كان تابع مجلس جهوي اليوم تابع بلدي، لكن هو صحيح هناك فك ارتباط، ولكن كبلدية لا زال التعامل متاعنا قائم مع الولاية مع المجلس الجهوي في الاستنجاد بالآليات متاعهم سواء في النظافة أو في التنوير إلى آخره. كنا نحكيه على المواطن شو ما تبدل في الحياة، في الحياة متاعه كيف ولا هو الداخل جزء من البلدية. نعرفه من أكثر المظاهر متاع النطاق البلدي هو أنه البناء، ونعرف أنه كان فما ازدياد في البناء العشوائي بعد الثورة، وفما محاولات متاع تسوية الوضعية. البناء الفوضوي في زغوان كيفاش تم التعامل معه؟ كيفاش قاعد يتم التعامل معه توا عند توسيع الرقعة متاع بلدية زغوان وإنها ولات تطابق بالضبط حدود المعتمدية؟ نحكيه هنا في ناحيتين. الناحية الأولى المواطن اللي يتبع اليوم البلدية ودخل في أثر التوسع الأخير، هذه في إشكالات ما ليست هي نفس الإشكالات الموجودها في البلدية في حدودها القديمة، يعني المناطق الحضرية والريفية. أنت تعرف أختي اللي المناطق الريفية في أغلبها بنسبة 90% للتجمعات السكنية المقامة على في المناطق الريفية ما عندهاش مثلا مثال تهيئة، واحد ما عندهاش عقود وملكية واضحة في الغالب، وقولها 100% هي ملكية دولة، هي الأراضي هي ملكية دولة. وبالنسبة للبلدية مثلا في رخصة بناء شنو تطلب؟ أهم وثيقة هي وثيقة الانجرار الملكية، شنو ملكيتك للأرض هذيك. سابقا عندما كانت تتبع المعتمدية كان من الممكن الاعتماد على شهادة التصرف باعتبار أنه مرجع النظر
للمناطق الريفية يشرف عليها السادة العمد، قريبين جدا من الناس ويعرفوا حدود أملاكهم وحدود تصرف في الأملاك. يعني نجم العمدة يشهد أنه هذيك الأرض متاع الشخص ذاك. بالضبط بالضبط. احنا صحيح اليوم موجودين في زغوان ونحكيه على زغوان، لكن الإشكال متاع تسوية العقار هي إشكال موجود في تونس الكل. رجعت لي على البناء الفوضوي. بالضبط. ككل البلديات ككل الجمهورية التونسية عانوا من مشكلة البناء الفوضوي. هل لكن هناك ثم حالات بعد الثورة أصبح أمر واقع. أنت كتشوف في قلب مدينة زغوان يعني مجموعة متاع متساكنين في حدود 30 إلى 40 منزل قائم بلاش ضوء مدة 6 سنوات، بلاش ماء مدة 6 سنوات. نفكروا أبعد، نفكروا أعمق. سمحني فقط الأرقام هذوما لكن تعودهم على خاطر كمان أرقام يفاجئوا شوية. نتاع المنازل اللي في وسط زغوان ما عندهمش ولوج للماء وال... لا 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 قديش سمحت أنا قلت لك 20 و 30 هذه في منطقة واحدة، ماهوش استثناء يعني في منطقة واحدة اللي هي وادي واس اللي هي بجنبنا لنا. ممكن نمشي ونشوفوها لو كان نشوفوا الكم نتاع طلبات الماء والضوء والتسوية ثم ما يزيد على 600 مطلب في المدينة. أنا كم كبير المطالب هذو ما جاءوا بعد ما تم توسيع البلدية ولا موجودين من قبل؟ لا لا المطالب موجودين من قبل وكانوا يمشيوا للمجلس القروي قبل؟ موجودين من قبل ومن بعد يعني. أنا أنت لهنا فهمت تقول لي مجلس قروي، لا ما ناش نحكي ولا هذا، أنا نحكي على الحدود القديمة للبلدية. أيه. بالنسبة للمناطق الريفية سابقا كنا نحكيه بكري على المناطق الحضر البلدية كانت قبل. ما زلنا ما وصلناش نحكيه على المناطق الجديدة. لا المناطق القديمة الريفية في حدود القديم كانت تتعامل في رخصة الماء والضوء مباشرة مع المعتمدية. هناك لجنة يرأسها المعتمد في المعتمدية، وكانت الأمور عقيد أقول أسهل، لأن أنا كما كنت نحكي سابقا حكاية الملكية. احنا في كبلدية كمعتمدية عفوا نعتمدوا شهادة تصرف في عقار في منزل في، بينما في البلدية مش ممكن اعتماد على الشهادة هذه اللي بسبب القانون الموجود. بسبب القانون بتبيع. لكن هذا بما أنه موجود بالقانون التغيير يعني اللي تحب تقوله سيدي العابدين إذا أنا فهمت بالكدية أنه التغيير لازم يكون على مستوى القانون. ليه علاش القانون جميل، القانون تاعنا جميل بكل، لكن هاو ما يستجيبش للواقع. لا بكل صدق تم مجال التهيئة العمرانية باش تبني كذا معروفة والرخصة كيفاش تتقدم كذا، لكن هذوما ناس بناوا وصلوا بناوا في مناطق خضراء على الحوافي تاع الأودية. إذا المعتمدية تنجم تسوي الوضعية لكن البلدية لا. هل لازمنا بالنسبة للجنة الربط هذه ماهيش تعملت باش تدعو الناس إلى تجاوز القانون وإلى البناء الفوضوي، لا بالعكس، لجنة ربط تعملت لتسوية وضعيات محدودة ومعينة ومعروفة لدى البلدية. اللي توا قاعد يبني وقاعدين يشريوا في الأراضي الفلاحية والأراضي وقاعدين يعتديوا على الملك ملك الدولة كذا، هذا ما يدخلوش في إطار التسوية. كيفاش يتم التوفيق بين الزوز؟ لأنه نتصور المعادلة ما هيش سهلة برشا، إنك تسوي وضعية بعض الحالات دون أن تشجع على حالات أخرى أنها تتجاوز أو تعتدي على الملك العمومي. اللي اعتدى على الملك العمومي ما فيش تسوية نهائيا، اللي اعتدى على الملك العمومي يستحيل أنه يأخذ تسوية، اعتدى على ملك الدولة مستحيل. شنو هو اللي هنا وين نجم نسويه؟ في واحد بنا في أرضه بناء في أرضه في مش البنية جديدة، ما نحكيش على بنية جديدة لأن لجنة الربط هذه محدودة في الزمن تنتهي في مدة ما تجاوزش شهرين أخرين. هذه العدالة الانتقالية في البناء يعني. العدالة الانتقالية هي محاولة لتسهيل حياة المواطن ليس أكثر ولا أقل. يعني ذولي وقيت نسمع غنية سيدين العابدين التي حكيت لنا على حبك الفيروز وباش تقدم لنا غنية. ايه مرحبا. شنو باش نسمعوا اليوم؟ علاش ما نسمعوش سلم لي علي.
أغنية هايلة نسمعوها معكم مستمعينا ونرجع. رجعنا معاكم مستمعينا بعد ما سمعنا غناية سلم لي علي. احنا تو متواجدين في مكتب رئيس البلدية، معنا في زغوان، في بلدية زغوان عايشك محمد، معنا سي زين العابدين الذوادي رئيس نيابة الخصوصية لبلدية زغوان. قبل ما نتعديو شيء من مواصلة الحوار، انا فقط حبيت اللوغو شعار متاع مدينة زغوان، لو كان توصفونا سي زين العابدين طريقة يعني موجزة شنو فيه؟ شعار مدينة زغوان تقريبا ينبني على ثلاثة، تشوفنا في القوس ثم تشوف الزاوية مدينة إسلامية قديمة وتشوف زهرة النسري. الإمكانيات المالية سي زين العابدين، ممكن أنت من أكثر الأشخاص اللي في زغوان يحس بالنقص متاعها أو
هو اللي نجم يقدر هل هي كافية ولا لا بحكم خدمتك. يعني أنت على سلطة في البلدية، ونتصور المواطنين عندهم توقعات كبيرة من البلدية، لكن ديما الإشكال احنا في تونس مش كان شي في بلدية زغوان، في البلدية الكل هو الأمكانيات. هل هذه حقيقة في زغوان؟ هذه حقيقة ما تقبلش النقاش. الإمكانيات المادية متاع بلدية لا يمكن أن توفي أو تفي بانتظارات المناطق المحثة ولا اللي انضمت أخيرا. يعني أنا أقول ميزانية متاع بلدية باش نجم تتجابه للطلبات الجديدة إذا كان مش تضاعف في اثنين وفي ثلاثة وأكثر، لأن المناطق الجديدة بيدها هي في حاجة أكيد أقول كل شيء، البنية الأساسية، التنوير، المسألة الشراب كينا باش نبدأ منها من في حاجة ما نقولش أن هي معناها عبء، لا، هذا من من واجب البلديات اليوم فهمتني أن تتجه نحو إحداث المشاريع هذه في المناطق الريفية، هذا واجبها وهو من حق المواطن. لكن فيما حاجة نحب نقولها زادا، كما قلنا واجب 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 بكري، نقول زادا من واجب المواطن كونه يساهم. أولا يساهم بخلاص الأداءات نتاعه، فهمتني، هذا مش يرجع للميزانية. قديش نسبة الاستخلاص في نسبة الاستخلاص؟ ضعيفة جدا، ضعيفة جدا. هذا واحد. اثنين، يساهم زادا بالمساعدة بالوعي البيئي نتاعه. هذا بالنسبة للمواطن. نعرفوا احنا انه وحكينا عليها قبلك، لجنة تفك الارتباط بين الولاية وبين البلديات الجديدة. قبل المناطق اللي ضافت توا البلدية، قبل كانت من مسؤوليات المجلس الجهوي. اذا كان عنده معدات وكان عنده فلوس وكان عنده ميزانية، هل هذه الميزانية، يقول قائل منطقية، الميزانية هذه والفلوس هذه تمشي للبلدية اللي ولات مسؤولة على المنطقة هذه؟ حسب علمي، مثلا حسب علمي ما ثمش فلوس جاتنا من المجلس الجهوي. هو تم فك الارتباط على مستوى الوسائل، المعدات، يعني هي المعدات العادية، وهي معدات في مجملها بسيطة، بعض الجرارات، بعض الأدوات، المكانس وش اسمها براوت وغيره. لكن ماهوش بالتصور انه زاد انه المجلس الجهوي كان معناها عنده الامكانيات المهوله، زاد كلها كانت تعمل في مستوى الادنى بتاع العمل. لكن في نفس الوقت تم حاجه اخرى انضافت، اللي هي التصرف في الموارد البشريه. كان عندنا الحظائر، تم الاجتماع معهم أكثر من مناسبة، سواء على مستوى المعتمدية أو على مستوى البلدية، وتم الاستماع لهم وتم فهمهم شنو المطالب متاعهم، وأيضا تحسيسهم بوضعيتهم الجديدة. هم أصبحوا اليوم تابعين في إدارة العمل، مش في الخلاصة، في إدارة العمل تابعين للبلدية. علاش مش في الخلاص؟ الحقيقة لقينا استجابة، من العمال هذوما. علاش مش في الخلاص؟ لأنه في الخلاص أصلا يتخلص فيه وزارة التنمية، واضح، المهم حضار وزارة المالية وزارة التنمية، يعني إداريا ولاو تابعين البلدية، كانوا تابعين المجلس الجهوي. وكنا نحكيه على أنه التغيير هذا في إدارة الموارد البشرية، هل هذا كان تغيير إيجابي للبلدية، سهل عليها الخدمة؟ سهل على البلدية، لولا الوجود الحظائر هذه ما كان يمكن البلدية باش نجم تعمل حاجة في على مستوى النظافة. أكثر من حملة في ثلاثة شهور في شهرين ما تنجمش أمك يوميا، ما عندناش العدد الكافي. تعرف بلدية زغوان تشتغل ب ما يفوق 50 عامل فقط، ما بين 50 و60 عامل. وفي تقدير قداش من عامل لازم؟ الضعف. أولويات بالنسبة لبلدية زغوان، أخذ بعين الاعتبار التوسيع اللي صار فيها وزيادة عدد السكان، إذا فما ثلاثة أولويات للي يسمع فينا ينجم يكون أخذ قرار على مستوى المجلس، على مستوى الوزارة، على مستوى المجلس الجهوي إلى آخره، شنو هما ثلاثة أولويات لزغوان باش نجم حاليا تحسن الاستجابة لتوقعات المواطنين سواء في المناطق الريفية وإلى الحضرية؟
الأولويات عديدة مش ثلاثة ما هو ديما بالترتيب حطت لك البوديوم هي بركة اي شوف اليوم البلدية في حاجة مثلا الانتداب لابد من فتح باب الانتداب في البلديات بلدية كما هذه فاتنا عمرها 100 سنة ما عندهاش اليوم مهندس مهندس تاع بناء ما تنجمش تعمل لجنة مثلا تاع اسناد رخص البناء في مقرها نتاع نعملوه في الإدارة الجهوية للتجهيز الآن نشوف أنه الفنيين في الكهرباء في غيرها ناقصين ناقصين برشا الإطار البشري اليوم ناقص أتفهم كونه تمر البلاد كلها تمر بظروف كما قال مؤقتة إلى آخره ولكن لابد حسب رأيي من استثناء البلديات في عملية الانتداب هذا الأولوية الأولى تحل مشكلة كبيرة برشا الأولوية الثانية الأولوية الثانية هي التفكير في تنمية موارد البلدية والتفكير يجب أن يكون جدي عميق اليوم من المشاريع من المشاريع الجديدة بعد أفريل 2017 اللي بعد تنصيب النيابة الخصوصية الجديدة فكرنا بدينا نفكروا ما قلناش راهو هذا الخالي الأخير معناها والطوب لا بدينا نفكروا قلنا علاش مركز ولاية بلدية مركز ولاية ما عندهاش فورير مستودع الحجز البلدي الأولوية الثالثة الأولوية الثالثة أنا أقول اليوم وجب أن تتوجه البلدية إلى المناطق الجديدة وهذا مش خيار في النهاية سي اوبليغاسيون لأنه الانتظارات كبيرة أو ما تقول البلدية لي موت قدم في الأماكن في المناطق اللي انضمت جديد بر الأمان كانت هذه 3 أولويات لرئيس نيابة الخصوصية في زغوان ولكن توا الأولوية الرابعة لكم أنتم مستمعين أنكم تسمعوا الأغنية والأغنية اللي اخترناها لكم هي ولعت كتير من سلمى وزياد الرحباني عندهم ولد قلو بليز مد بليز
بر الأمان. كانت هذه الحصة الثانية من الموسم الثالث. شكرا على حسن المتابعة. شكرا لكم مهما كنتوا وين ما كنتوا. يا ما كنتوا ممكن تسمعوا فينا عبر الانترنت راديو تونيزيان.ان، ولا كنتوا تسمعوا فينا عبر شريكنا في البث دريم اف ام، والا كنتوا تسمعوا فينا على امواج الاذاعة الوطنية التونسية. كان معكم محمد حداد وشيماء بوهلال، ونشكر زادا رئيس النيابة الخصوصية سي زين العابدين الذوادي، واسامة اللي هو ناشط مدني ناشط جمعياتي في بلدية سويف. شيماء يعطيك صحة مرة أخرى. يعيشك محمد، دائما متعة كبيرة أنه نتنقل أنا وياك في كامل تراب الجمهورية. زيد لوحك نوال، زيد خط استيمس. إن شاء الله المرحلة الثانية باش تكون في واحدة من الولايات التونسية، باش نحكيه على موضوع آخر متعلق باللامركزية. الحصة نجم أي مستمع يلقاها على صفحة الفيسبوك بر أمان بالعربي والفرنسي. وتتذكرش توا النمر الموزع الصوتي؟ لا مازلت التوا هاكا مكتوب على الورقه، انا كتبت لك على الورقه ليه ماكش تشوف فيها. هاكا غادي 99 326 325. شكرا لكل المستمعين، احنا على ذمتكم. الى اللقاء ان شاء الله الاربعاء الجاي. بسلامة. بر الامان.